مساء الخير. أول مشروع النهاردة معانا مشروع أرتيفاكت، ومشروع العملة هي لعبة متطورة جدا شبيهة شوية بلعبة جي تي اي. طبعا اللعبة جاهزة بالفعل، تقدر تحملها من على الموقع بتاعهم هنا داونلود جيم. من أهم مميزات العملة دي إن التوتال سبلاي 25 مليون عملة فقط، وليها NFT في ستيكينج، كذلك مكتوب لونش باد معناها منصة إطلاق، بس لسه ما أعلنوش عن حاجة زي كده. العملة بالفعل موجودة على أكبر المنصات زي ما احنا شايفين، OKX، KuCoin، Bybit، Hobby Global، Gate.io، BitGet، MEXC. كمان تم إضافتها النهاردة على منصة BingX، ولسه في منصتين تانيين أعلنوا إن هيتضاف عليهم، بس لسه ما نعرفش إيه هم المنصتين. وطبعا موجودة على المنصات اللامركزية زي البانكيك سواب واليوني سواب. والNFT زي ما احنا شايفين NFT عالية جدا، ده سوق الNFT الخاص بيهم، ده سوق الNFT الخاص بيهم. هنلاقي الأسعار بتختلف، هنلاقي فيه NFT ب30 90. فايدة الNFT دي ايه؟ انك بتشتريها وتستخدمها داخل اللعبة. تختلف برضو انواع الNFT، في حاجات أسطورية، في حاجات نادرة وهكذا. وده ديمو سريع كده للعبة، فنقول ان هي عاملة زي لعبة ببجي ولعبة GTA، لكن اللعبة دي للكمبيوتر فقط. من اهم الشراكات للمشروع ده هو منصة ايبك جيمز، منصة كبيرة طبعا بينزل عليها اقوى الالعاب، وكمان الاكتتاب بتاعهم حصل على منصة ايب لانش. طبعا المنصة دي بينزل عليها اكتتابات قوية جدا. عملة زي دي ماركت كاب 10 مليون فقط، ولا حاجة في حق المشروع ده. وكمان 80% من التوتال سبلاي بالفعل خلاص مطروح. هنلاقي عملات الاكتتاب الIDO ومراحل البيع الاولى والتانية كلها تم فكها بالكامل. هنلاقي يعتبر اللي لسه بيتفك 8% خاصين بالبيع الخاص، بالفعل تم فك نصهم او اكتر من نصهم. كذلك بالنسبة للKOL في 7% تم فك جزء كبير منهم، وما زال الفك مستمر لغاية شهر مارس 2025. اما باقي العملات فهي مخصصة للتريجري بتاع المشروع، مخصصة للستيكينج. وبصراحة المشروع جميل جدا من حيث قلة التوتال سبلاي، كذلك ان اغلب العملات خلاص موجودة ومعروضة في السيركليتنج سبلاي، مفيش عملات كتير عليها اغلاق. وكمان ماركت كاب قليل جدا على مشروع زي ده وعملة زي دي في اغلب المنصات زي ما شفنا. المشروع التاني اللي معانا النهاردة مشروع عملة اوكتافيا، هو بوت ذكاء اصطناعي بيساعد في ادارة جروبات التليجرام، واحنا ضايفين البوت ده على جروب التليجرام بتاعنا. موجودة أوكتافيا، تقدر تسألها على أي حاجة وتجاوبك، حاجة كده عاملة زي تشات GPT، لكن البوت ده متخصص أكتر في الكريبتو. العملة حاليا موجودة على منصة Gate.io، MEXC، BitGet وBingX، والعملة عند ماركت كاب 3 مليون فقط. والعملة قبل كده كسرت حاجز $3 في وقت موجة الذكاء الاصطناعي، وسعر العملة دلوقتي 9 سنت، أقل من سعر الاكتتاب بسنت. سعر الاكتتاب كان 10 سنت، وفك العملات شغال على مدار 8 شهور، تقريبا فات منهم 6، يعني فاضل شهرين فقط. وبالتأكيد اللي عملاته هتتفك وهو شريها ب10 سنت، مش هيروح يبيعها بأقل. ممكن ناس قليلة جدا اللي تعمل كده، لكن أغلب الناس هتحتفظ بالعملة وهتنتظر ارتفاع. فالعملة التوتال سبلاي بتاعها 100 مليون عملة، واللي موجود حاليا في السبلاي 33%. اوكتافيا كمان بتقدم منصة اكتتابات، حصل عليها اكتتابات قبل كده، وهي مختصة في البيع الخاص او البيع السيد، البيع الاولي اللي بيكون سعره رخيص لكن التوزيع بيكون على مدة اطول. ويكفي ان منصة الاكتتاب من تطوير شركة ديكوبيت، فلو جينا كده بصينا على موقع AI Tech هنلاقيه بالظبط شبيه جدا لموقع اوكتافيا بنفس كل حاجة. فالعملة دي بتفكرني بعملة AI Tech،
قبل الارتفاع اللي حصل فيها برضو مع موجة الذكاء الاصطناعي كانت وصلت لأقل من سعر الاكتتاب. كان سعر الاكتتاب حوالي 12 سنت وهي كانت قريبة من سعر الاكتتاب، وبالفعل نزلت تحت سعر الاكتتاب قبل ما ترتفع، يعني قبل ما ترتفع عملت هبوط جامد جدا، ومن ثم قعدت تنطلق اكسات كبيرة جدا. واي اي تيك دلوقتي عند ماركت كاب 70 مليون، في حين ان عملة اوكتافيا عند ماركت كاب 3 مليون فقط. ففي فرصة كبيرة جدا ان العملة دي لو ارتفعت مع موجة الذكاء الاصطناعي تعمل ارباح كبيرة جدا، لان نفس الكلام اللي بيتقال على اوكتافيا دلوقتي ان فيها تضخم والتشارت عمال من قاع لقاع، نفس الكلام بالظبط كان حاصل في اي اي تيك. واي اي تيك من اكتر العملات اللي عملت ارباح في موجة الصعود اللي فاتت، على الرغم من ان التشارت بتاعها كان من قاع لقاع وكانت تضخم وكل شوية فك عملات، لكن العملة فاجئتنا كلنا. انا بصراحة شايف فيها فرصة تحت سعر الاكتتاب، ماركت كاب قليل، من تطوير شركة ديكوبيت، وديكوبيت بتنجح مشاريعها وقت الصعود، هتلاقي كل المشاريع دي بتصعد وبتعمل اكسات كبيرة جدا. العملة اللي معانا بعد كده عملة فريند 3، عملة نفس مشروع فريند تيك، العملات المعتمدة على التواصل الاجتماعي، عملة كويسة من افضل العملات في قطاع السوشيال فاي، وهنلاقي ليهم شركات كتيرة جدا، وأبرز الشركات دي هنلاقي عملة فلوكي، وهنلاقي حساب فلوكي نفسه بيتابع حساب فريند 3 على تويتر، كذلك توكن فاي. العملة حاليا عند ماركت كاب 2 مليون، والعملة زي ما احنا شايفين في التشارت ارتفعت أكتر من مرة، كذا مرة تحقق أرباح كبيرة جدا، فبعد الاكتتاب على طول حققت أرباح كبيرة جدا. كان سعر الاكتتاب 1 سنت، فتقريبا زي ما احنا شايفين الشمعة وصلت ل 30 سنت مع لحظة الإدراج، بعد كده ارتفعت مرة تانية من سعر ال 2 سنت ل 8 سنت، وكانت كل ما السوق بيصعد كانت بترجع ترتفع مرة تانية. فالعملة حاليا قريبة جدا من سعر الاكتتاب 1.5 سنت، وزي ما احنا شايفين سعر الاكتتاب 1 سنت تم توزيع جميع العملات بالكامل في الاكتتاب العام. لو جينا شفنا العملات الخطيرة اللي هتتفك هي فقط العملات الخاصة بالسيد اللي شغال فكها داخلين في سنة، هيخلص الفك في آخر شهر 11. باقي العملات اللي بتتفك خاصة بالمشروع، الإيكو سيستم، الدعاية، السيولة وهكذا. وبالنسبة للجزء الخاص بالسيد كان سعر الاكتتاب 0.65، يعني العملة حاليا عند ضعف فقط من السعر ده زي ما احنا شايفين، ده غير ان اصلا عملاتهم بتتفك من زمان جدا من شهر 11 اللي فات، يعني اكيد باعوا كميات مع الارتفاعات اللي حصلت، في كل مرة كان بيحصل صعود في السوق كانوا بيبيعوا. فالعملة فيها فرصة، ماركت كاب قليل، كل العملات الخاصة بالاكتتاب العام تم فكها وتوزيعها من زمان جدا، يعني مفيش ضغط بيع كبير، والعملة زي ما عودتنا مع كل فترة صعود بترتفع، زائد ان لو جت موجة السوشيال فاي من اوائل العملات اللي هترتفع هي عملة فريند 3. العملة اللي معانا بعد كده تشابي زد، دي انا هعتبرها جوهرة مخفية، عملة كويسة جدا، ارتفاعات مستمرة سواء مع موجة الصعود بتصعد بشكل كبير جدا، حتى في الاوقات العادية لما بيكون السوق عادي بتلاقيها هي بترتفع من وقت للتاني. العملة ليها NFT ومشروعها عبارة عن تنفيذ مهام وانك تكسب جوائز او عملات، فكل شوية زي ما احنا شايفين بنلاقي كامبينز بيعملوها على عملات مختلفة، عملة زي نوب دوج والعملات دي، بيطلب منك تنفيذ مهام زي انك تدخل جروب التليجرام بتاع العملة، تعمل شات وهكذا، وفي الاخر بتكسب، وفي الاخر بتكسب جوائز سواء USDT عملات شابي زد او عملات المشروع نفسه. كذلك هنلاقي ليها شركات كبيرة جدا واكتتابها حصل على اقوى المنصات زي ChainGPT وCDFi وDecubit. العملة عند ماركت كاب 4 مليون فقط، ودي حاجة جميلة جدا. برضو جميع العملات الخاصة بالاكتتاب تم فكها بالكامل، احنا بنتكلم على الاكتتاب العام زي ما احنا شايفين التشارت ارتفاعات من وقت للتاني، حتى
في الأوقات العادية اللي مش السوق بيصعد فيها بتلاقيها بترتفع لوحدها، لكن مع صعود السوق بنلاقيها ارتفعت ارتفاعات كبيرة جدا. فهنلاقيها هنا في آخر شهر مايو في عز الدموية، كل السوق هابط، هي ارتفعت مع نفسها من 0.2 لتقريبا 0.4، عملت ضعف في وقت أصلا السوق ميت فيه. التوتال سبلاي كبير جدا، 10 مليار عملة، لكن أصلا سعر العملة رخيص جدا متناسب مع التوتال سبلاي اللي بيروج من العملة حاليا تقريبا 25% من التوتال سبلاي. السعر الحالي 0.17، وسعر الاكتتاب العام كان 3.6، وزي ما قلنا العملات دي تم فكها بالكامل من زمان، يعني اللي كان عايز يتخلص من العملة دي تخلص منها من زمان، فمش هنلاقي ضغط بيع كبير، وهنلاقي أرخص سعر اتباعت بيه العملة دي في مرحلة البريسيد كانت 3.3، واتباعت للكو ال 3.5، وفي مرحلة السيد 3.4. فزي ما احنا شايفين الفك الخاص بالعملة تم فك كل البابليك، كذلك الاستراتيجيك راوند احنا حاليا تم فك أكبر جزء من عملات البريسيد والسيد، لكن لسه قدامهم سنة كمان، يعني بيتم الفك بشكل يومي، كل يوم بينزل لهم جزء بسيط جدا. كذلك في عملات لسه مقفولة خاصة بالتريجري والعملات المخصصة للجوائز، عملات الفريق لسه مغلقة هيتم بدء فكها في شهر 11. نكتفي بهذا القدر، وأشوفكم في فيديو آخر. سلام.